تشهد محطات الوقود في محافظة الأنبار أزمة في مادة البنزين وقلة تجهيز عدد من المحطات، البعض منها توقفت عن العمل وأخرى تقف أمامها السيارات لفترات طويلة للحصول على لترات من مادة البنزين. هذه الأزمة انعكست كثيرا على المواطنين. والله الأزمة أكو محطات هواي واقفة ما بيها بنزين، فأكيد يصير ضغط على هاي المحطة وزخم يعني، ما بس ما أعرف شنو السبب، ما أعرف والله. ما طولت مو كودا الولد، مو مقصرين شرطة منظمين السير، ما طولت أنا 10 دقائق. ما أجي ازدحامات وكتل ما تقدر حتى تفوت، وماكو إيه هاي بس هاي بيها وديش مات الأزمة باتت واضحة من خلال طوابير السيارات، والذي دفع المواطنين المطالبة بإنهائها من قبل الحكومة العراقية وأصحاب القرار وزيادة حصة مادة المشتقات النفطية للمحافظة وإنهاء الأزمة الحاصلة. ما صار له أسبوع طبعا يا الثرعين اذكر، لأن المحطات الأهلية ما بيها وكل الناس تجت على المال الحكومية. والحكومية دا تخلص من وقت، اي تخلص من وقت، يعني مرات يقفلون من المغرب يعوف المحطة يعوف. يبقى ملف تجهيز مادة البنزين مرهونا بزيادة حصة محافظة الأنبار التي يجب أن يرعى فيها الحجم السكاني والوافدين للمحافظة بغية ضمان وفرة المنتوج. من الأنبار أحمد الحمداني، قناة التغيير.